وعليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا أستاذ. دلوقتي أنا كنت متجوز وكان حرمانة من ابني 5 سنين اللي ما شافوش، ولما شفته كانوا حاولوا يرجعوا الموضوع تاني بعد 6 سنين. كان إيه؟ كانوا حاولوا يرجعوا طريقة ترجع لي يعني. طب وبعدين؟ بعد 6 سنين. حاجة كويسة فحضرتك يعني. فحضرتك كان كنت واخد حكم على إخواتك كل واحد بسنة وب 2000 جنيه غرامة. فقالوا لي اتنازل على القضية وترجع مراتك عشان ابنك. فقلت لهم حاضر. فلما اتنازلت عن القضية لقيتها بتطلب طلبات مني، بتقول أنا عاوزة شاشة ال جي 32 بوصة ديبلي. قلت لها ماشي حاضر. رجعوا تاني قال لك قايمة ب 200 ب 200,000 جنيه. حاج أنور. نعم. حاج أنور. نعم. يكرمك ربنا عشان في بعض التفاصيل دي ما بينكم وبين بعض. ماشي، ما أنا عاوز أفهم. قول لي السؤال بقى، قول لي السؤال. دلوقتي هم طالبين طلبات تاني أنا مش مقدرتش. فانت دلوقتي هي الست دلوقتي لما طلقتها بورقه اسمعني يكرمك ربنا يا حاج انور. يبقى انت لما طلقتها اديتها حقوقها وهي بقى الطلاق طلاق باين، فانتوا عشان ترجعوا لبعض لازم ترجعوا لبعض بعقد ومهر جداد، صح كده؟ ماشي. ايوه. فهي دلوقتي كانك بتتجوزها من جديد. ايوه. نصيحتي لحضرتك ان انت ببساطه خالص ان انت تحس بان انت هتبتدي حياه جديده معاها، ما تحسبهاش بالورقه والقلم. اصبر بس يا حاج انور، اسمع. دلوقتي يا فضيله الشيخ عاوزين وصل مني ب 50,000 جنيه. يعني انت لو سمعتني هيجرى حاجه؟ لا لا. طب قول اللي انت عايزه يا حاج، بس عشان خاطري خلي بالك، بس ما تقولش اسرار، اتفضل. طالبه مني الشقه اكتب لها باسمها شقه ووصل قبلها ب 50,000 جنيه. طيب. وبعدين فانت دلوقتي المشكله دلوقتي ان المطالب اللي هم طالبينها مش في مقدرتك. طيب اتفاوض معاهم على المطالب دي. اصل انت لو كنت استنيت عليا سنه كنت انا اكلمك واكلمهم، فانا كنت اكلمك انت اقول لك حيش يا سيدي ان انت بتبتدي جواز من جديد ويمكن ده يخليك تتمسك بالجواز شويه. ايوه. وانا اكلمهم اقول لهم ايه؟ اتقوا الله وما تخلوش في المهر عشان الاولاد وعشان العيله. يعني انت ما تعتبرش ان الجواز الجديد ده جواز بقى بيكمل الجواز اللي فات وتسترخص في الجواز زي ما هم فاهمين كده، هم فاهمين ان انت عايز تجوز جوازه رخيصه، يعني ايه ما تدفعش ولا مليم فيها. فانت حسسهم بالقيمه وقول لهم وكلمهم كده بود وبرحمه كده وقول لهم انا قدمت السبت وان انا كنت يعني رغبتي ان انا اصلح البيت، ولابد ان يكون الكلام ده مبين ان انا قد ايه عندي رغبه ان انا اجمع البيت والاسره والاولاد، فيعني مع بعض كده عشان نقدر نتجوز. ده الكلام ليك والكلام ليها. ما ينفعش ان هي تحس ان احنا ما استفدناش من اللي فات، وفي نفس الوقت ما ينفعش ايه ان هي يغالف المهور بما لا تستطيع. يبقى واحده واحده نسدد ونقارب ونتقي الله سبحانه وتعالى في بعض عشان الامور تمشي وربنا سبحانه وتعالى. بتسالوني ايه الاقرب الى قلبي؟ طبعا ان الاولاد يتربوا مع ابوهم وامهم، وده الاولى وده الاحسن. بس في نفس الوقت لازم احنا نعبر على ان احنا استفدنا من الدرس الماضي، وكمان نعمل ما به يطيب الخاطر. فتعالى نسدد ونقارب زي ما قلت لحضراتكم كده.